مشاهدين يلي انضموا لنا اليوم 2/16/2016، التاريخ حلو ان شاء الله يكون نهاركم كمان حلو، ان شاء الله يكون الاسبوع كله حلو. ما رح نحكي كثير عن انتخابات البلديه، رح نفصل هالموضوع باب تو ديت لليوم. الاجواء امبارح كانت عم تغلي غلي، جبل لبنان كله كان عم يغلي غلي، فاكيد بنقول لهم هارد لك لكل يلي ما فازوا، ان شاء الله يكون هالشي حافز لحتى يشتغلوا اكثر ويكونوا اكثر عم يتعاونوا مع البلديات يلي ربحت. انا بدي صباح بالخير ستيفاني وإلي، بونجور. بونجورين. رح نحكي أكيد ما فينا ما نعلق على الانتخابات بلبنان، كل الناس بيحكوا انتخابات إنماء وسياسة، حتى بيفهموا ولا ما بيفهموا، بقى بدنا نمرق عليها. إلي شو إلي؟ لا نو كومنت. نو كومنت. أنا كمان نو كومنت. نو كومنت. بس رح خبرك شو عنا. يلا. اليوم مع رندا فهد بدنا نحكي عن أهمية البكتيريا الجيدة، واليوم مع شيف جاد عنا كابريزي ستافت بورتوبيلو، كابريزي محشوه بالبورتوبيلو. إلي بدي احكيكم عن باجي، بدل ما تكونوا عم تسوقوا على التراب كمان هالموديل بدنا نكون عم نضوي عليه ونحضر فيديو، صار فيكم ترتفعوا فيه يعني بتطير بنفس الوقت، يعني يا بتسوقي على صاروا تصير بالجو، صاروا اثنين لهلا. ايه شكلها ماشي الترند، يعني ان شاء الله ما بنقعد نعلق بعجي تصير اهم شيء بلا تران وبلا شيء، كنا عم نطالب بالتران هلا ما بدنا نطالب بالتيارات. نبدا نهارنا بفقره اب تو ديت مع اخر اخبار الساعه، خليكم معنا. نبلش؟ ليتس جو. 16/16/2016 اليوم. حلو اليوم، ان شاء الله يكون هيك خير. خير للجميع. يوم انتخابي طويل، اكيد في تعاون كان مع الاحزاب بجبل لبنان. احزاب يمكن ما كانوا مسيسين اللوائح يلي اشتغلوا، ولكن كان دائما في هيك وجود للاحزاب، اتفقوا ما اتفقوا. ببعض الأحيان كان في عدم تجاوب القاعدة مع قياداتها بالتحالف المسيحي المسيحي، وتعسر اتفاق التيار الوطني الحر مع القوات اللبنانية ببعض المناطق بلبنان، تنافسوا وكانت المنافسة شرسة جدا ببعض المناطق، تحديدا عنا بجونية توقفت مصادر سياسية لتوكي بعملية الاستحقاق، وقالت بأنه يلي عم يحصل هو دليل أزمة الأحزاب بلبنان، لأنه ما بتملك مشروع ولا على المستوى السياسي العام ولا على المستوى البلدي. وأشارت المصادر بأنه الجميع بيدرك بأنه على مستوى الانتخابات، سواء كانت مناطقية أو تشريعية أو رئاسية، بيكون في دايما أحزاب بتتحالف مع بعض، ولكن هالحلف لازم يشمل التفاهم على مشروع واحد وعلى مساحة الأرض والجغرافيا كلها، وتحديدا بالانتخابات البلدية الحالية. اليوم ممكن هالشي يكون بين أنه الأحزاب بأزمة مشروع وكأنه ما بتملك مشروع. نحن منقول أنه إن شاء الله يكون دايما الهم الوحيد وشغلنا الشاغل هو بلدنا، هو منطقتنا يلي من خلالها منوصل لأنماء البلد بشكل عام. شفنا مناطق كتير اشتغلت كتير على الأنماء بغض النظر وبمنقع عن الأحزاب ستيفاني، فهيدا منه شيء أو منه حجة لحتى تتوقف البلديات عن العمل. مبروك لكل اللوائح اللي ربحت. اللوائح يلي ما فازت هيدي مانا مشكلة، بيقول وينستون تشرشل إنه النجاح منه شيء نهائي والخسارة منه شيء محتم، فكله ممكن يتغير مع العمل الدؤوب، وما بفتكر في غير العمل الدؤوب ممكن يغير. والتولاد دايما بيبرو. أكيد طبعا. ما هيك؟ كنت عم تحضري أيروفيجن نهار السبت؟ صار شيء مهضوم رح تخبرينا عنه اليوم. ايه بدي خبرك عن اللي ربحت المسابقة، وكمان كان في ذا فويس فرنسا، يعني عالم كانوا عم يعملوا زابينج بين
بين الاثنين. بالأوروفيزيون حققت الأوكرانية جمالة المركز الأول بمسابقة الأوروفيزيون للغنية الأوروبية بفوز وصفه الكثيرون بالمؤثر. وأشاد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بفوز المغنية جمالة المذهل وغرد أجل أداء فوز مذهلين. كل أوكرانيا توجه لك الشكر الجزيل يا جمالة. وكتب رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير غرويسمان تغريدة قدم فيها التهاني الحارة إلى المغنية. وتناولت المغنية الأوكرانية التتارية البالغة من العمر 32 سنة بغنية 1944 ترحيل شعبها من قبل ستالين، واستوحت من روايات جدة والدتها يلي عاصرت هالمرحلة المأساوية بالتاريخ السوفيتي. رح نشوف الفيديو سوا وبعدين منتابع. When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. كانت جمالة الأوكرانية اللي ربحت، فازت بمرتبة الأولى بالأوروفيزيون. تستاهل على كل حال هالفوز. ورح منتابع كمان مع إنجازات المرأة للسنة بتطور فريد ومفاجئ. أقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على كسر احتكار الرجال لأحد مناصبه الهامة، وأعلن على لسان رئيسه جاني إنفانتينو تعيين الدبلوماسية السنغالية أمين عام الأمم المتحدة للفيفا، وهي فاطمة سامورا، وأكيد بتصير أول مرة بهالمنصب بالذات منذ تأسيس الاتحاد ب 21 أيار 1904. رح بتبدأ بمنتصف حزيران المقبل محل الفرنسي جيغام يلي أقلوه ووقفوه لمدة 12 سنة من بعد هالفضيحة، فضيحة الفساد الكبيرة. كانت سامورا بتشتغل أكيد بالأمم المتحدة، وهي كانت عم تشتغل كمان مع المنظمات الرياضية، بتتمتع بشخصية قوية، اعتادت على إدارة منظمات كبيرة، عندها ميزانية مهمة، وهالشي خلال 21 سنة، وهذا الشيء طبعا بخليها تكون مؤهلة جدا لحتى تكون بهالمنصب بالذات. منتابع، هل سنقول وداعا للإجهاض؟ العلماء اكتشفوا البروتين المسؤول عن تثبيت الحمل. يبدو أن العلماء الآن أقرب من أي وقت مضى من إيجاد اختبار جديد للدم يمكن من خلاله توقع ما إذا كانت المرأة رح تتعرض للإجهاض، وذلك بعد اكتشاف بروتين جديد بيساعد الجنين على البقاء داخل الرحم. وبيقوم هالبروتين بتعزيز نمو البلاسنتا، كما بيساعد على تثبيت الجنين بالرحم بحسب بحث جديد. ويأمل العلماء أنه يتمكنوا من الحصول على مؤشر مبكر على استقرار الجنين داخل الرحم من خلال متابعة مستوى بروتين يدعى سينسيتين 1، وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية. وذكر البروفيسور هاري مور المتخصص بيولوجيا
بيولوجيا الخلايا الجذعية يلي أعد هالدراسة أنه بيأمل أنه يساعد اكتشافه بتطوير فحص جديد بيساهم بتقليل احتمال حدوث الإشهاد المتكرر. خبرية كتير حلوة، ورح يقوموا الباحثون حالياً باكتشاف مدى تأثير مستوى إفراز سينيسيت 1 على الجنين بالمراحل الأولى من الحمل من خلال دراسة النساء يلي بيخضعوا لعمليات التلقيح الصناعي. يعني يمكن خبرية حلوة لكل يلي عم بيجربوا يحبلوا وينجبوا أولاد. هيدي خبرية كتير حلوة. أنا بحب لما التطورات العلمية توصل للطب وللصحة أهم شيء. أكيد. يعني أكيد رح ننهي بخبر مهضوم كتير، خبر بخلينا نرجع هيك نحس بأنه نحن أطفال بداخلنا. مطعم بشيكاغو حضر وجبة فريدة من نوعها، ورح بتكون ديسير، رح تكون تحلية بهالمطعم بشكل بالون. هلا بنشوف الصور اكيد. هالمطعم الينيا ريستورانت حيز على 3 نجوم ميشلان، وهيدا شيء كثير مهم. عم نشوف هون كيف عم يتحضر هالبالون يلي مملوء بالاليوم، ولكن ستيفاني هالماده يلي مصنوع منها هي ماده قابله للاكل. ممكن يا اما نفقع البالون مثل اولاد الصغار. اذا تنشأت الهيليوم بيتغير صوتك. مزبوط، وهذا الشيء كمان ما بيضر يعني، بس اكيد بس مش كثير، لانه في ريسك انه يغيبوا عن الوعي، فمنشان هيك بيقولوا ما يزيدوها كثير، كميه قليله. فينا ناكل البالون مثل الغزل البنات ايه بالبابا، او فينا نفقع البالون قد ايه مهضوم انه نفقع البالون، نتنشأ الهيليوم ويغير صوتنا هيك تسولك بكل المطعم كلهم عم يحكوا بصوت غريب. فهيدي الشغله اختراع جديد مهضوم كثير. مهضوم كثير. رح نشوف صوره اليوم من وين؟ من انفي. شو مهضومه؟ رجعنا للسبعينات. اي فلاور باور وهيك والقصص القديمه. انا كثير بحب هالفان. بتتذكري كانوا يعملوا فيه تور دوروب؟ كان حتى عليه زهور فلاور باور الهيبيز. كثير بحب هالفان. كانوا عايشين على رواق. يا ريت نحن بنرجع الشيء للهيبيز. ستيفاني كيف طقسنا لليوم؟ الطقس رح يكون مشمس مع درجات حراره مرتفعه شي 36 درجه مثل امبارح. امبارح فطسنا، اليوم كمان رح نفطس، بس ولكن بكره لازم بكره بعد بكره رح يرجع الطقس ربيعي، وتقريبا الخميس رح يكون عندنا 23 درجه. هيدا شيء منيح يعني. اكيد نحن خلصنا من اب تو ديت. شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا ننتقل لعند إلي بريك، بعدين تكنولوجي.